ومن هنا ورد، وهذا أيضا ربما قليل مرين عليه، ومن هنا ورد ما مضمونه أنه إذا سئلت أنك صائم أو أنك صليت صلاة الليل فلا تقل لا، لأنك تكون كاذبا، وإنما تقول الله تعالى رزقني ذلك. يعني أن الفرد لأجل دفع احتمال الرياء يميل أن يقول لا فيكذب، فيقع فيما هو أشد حرمة وهو الكذب. ولذا يعلمه المعصومون ما هو الجواب الصحيح، وهو أن يقول الله رزق ذلك ووفقني له،